الحقيقة الاثنين في نفس الوقت. الرئيس الآن أصبح يتخبط كثيرا في كلامه وفي خطاباته، ونحن أصبحنا نشعر أنه فعلا نحتاج إلى مترجم أو إلى مترجمين لكي نفهم حقيقة ماذا يقول. يعني كلامه أصبح غامض جدا وغير واضح وغير دقيق، وهو فقط يعني يسب ويشتم ويلعن كل من يعارضه ويتهمهم جميعا بشتى التهم بالفساد وغيره، ولكن بدون قضاء وبدون محاكم يعني قضائية عادلة. فهو يخطف، بدأ يعني منذ أسبوع يختطف يعني الأشخاص ويتركهم في أماكن مهجورة وغير معروفة، يعني بدون أي تواصل مع عائلاتهم أو أسرهم أو محاميهم. ولكن من جهة ثانية هو الآن يريد أن يحاول أن يتحول من الدفاع إلى الهجوم، لأنه لاحظ أنه أغلب التيارات الفكرية والسياسية في تونس الآن بدأت تتوحد وبدأت تقترب من بعضها وتلتقي حول نقطة رئيسية، وهي ضرورة رفض هذا الانقلاب وضرورة التصدي له والعودة إلى القانون والدستور والهيئات الدستورية المنتخبة، وطبعا أولها وأساس وعلى رأسها البرلمان المنتخب. إذن هو يشعر أنه بدأ يفقد زمام السيطرة، والشعب التونسي بدأ يلتف يعني بعيدا عنه، بدأ يبتعد عنه بسبب أنه لم يحقق أي شيء في 6 أشهر، ولكن بالعكس تماما أظهر أن ليس له رؤية ولا برنامج ولا خطة لإنقاذ الاقتصاد أو إنقاذ البلاد يعني بصفة عامة. والاقتصاد بالعكس يتدهور الآن بشكل كبير جدا، فلذلك وجد نفسه معزولا وأصبح يعني يتهجم على الجميع بخطابات من هذا النوع أصبحت تقريبا يومية. هل التهجم الذي يتهجم به قيس سعيد على الجميع كما وصفت حضرتك يا أستاذ رضوان يعتبر تهجم خائف ولا تهجم واثق في من يدعمه ويقف في ظهره؟ الحقيقة أنا أعتقد أنه يعني تهور خائف. أيوة. أو تهجم إنسان خائف، إنسان يشعر أنه يعني في وضع صعب جدا وفي وضع محاصر ولم يجد من يقف جنبه أو وراءه. نعم. يعني كان يعتقد وكان دائما يردد أن الشعب وراءه وأن الشعب معاه وأنه هو يتكلم باسم الشعب، ولكن نعلم جميعا أنه في المظاهرة الأخيرة التي حدثت أعتقد منذ تقريبا أسبوعين يعني خرج جمهور ضده بالآلاف، حوالي 10 أو 20 ألف يعني على أقل شيء، ولكن العدد الذي خرج في نفس اليوم وفي نفس الشارع، العدد الذي خرج لتأييده وهم يعني بعد ما قاموا باستنفار كبير لم يتجاوز بعض المئات، يعني 100 200 300 شخص على أقصى تقدير. فهذا كانت صدمة كبيرة له، واكتشف فعلا أن الشعب التونسي لم يعد يدعم. لا أستاذ رضوان، الرئيس قيس سعيد، معلش يا أستاذ رضوان، أنا يعني علاقتي بالتونسيين قوية وبشعب تونس وعارف الناس كويس جدا. هو قيس سعيد كان متخيل مثلا أن في حد هينزل يأيده؟ يعني هو كان مستني يشوف مين اللي هيدعموه عشان يعرف هو قوته في الشارع قد إيه؟ يعني أنا أصلا مستغرب وكنت أسأل حضرتك أين الشعب التونسي والشعب التونسي مستني إيه؟ يعني أنا مش فاهم. يعني الحقيقة لكي نكون معناها صراحة مع بعضنا، أنه في البداية يوم 25 جويلية كان عدد كبير من الشعب التونسي يؤيدون ضمنيا ولو يعني بالصمت يؤيدون ما قام به قيس سعيد، لأنهم كانوا يتذمرون من فشل الأنظمة أو الحكومات السابقة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، في مواجهة الأزمة الصحية، في مواجهة الأزمة السياسية. كان هناك مشاكل وخصومات في البرلمان وفي الحكومة، والشعب التونسي فعلا بدأ معناها يتذمر
من هذا الفشل، ويعتبر أن الديمقراطية ربما لم تنجح في تحقيق كل أحلامه ومطامحه وأهداف الثورة كما تسمى في تونس. ولكن كان يعتقد ربما في البداية أنه ربما قيس سعيد هو المنقذ، وربما عنده برنامج، عنده خطة للخروج بتونس من هذه الأزمة التي هي معناها كانت أزمة حقيقية يعني، وأزمة كبيرة. فلذلك كان التأييد لقيس سعيد وما قام به قيس سعيد في البداية كان تأييدا شعبيا كبيرا يقدر بحوالي 70% أو 80% حتى مؤيدين لما قام به يوم 25 جويلية. ولكن هذا التأييد كل شهر ينقص بحوالي 10%. الآن نحن بعد 6 أشهر التأييد لقيس سعيد حوالي 20 أو 30%، يعني فقط من الشعب التونسي ما زالوا عندهم أمل في هذا الشخص ويعتبرون أنه ربما هو المنقذ لأنه إنسان نظيف وبعيد عن السياسة وبعيد عن الأحزاب السياسية. فكثير من الناس كانوا ما زالوا يعني يعتقدون أنه إنسان نظيف وإنسان متدين أيضا، لأنه كان يدعي يعني أنه متدين ويتكلم بخطاب ديني واضح يعني حتى أكثر من حركة النهضة، خطاباته كانت تحتوي على خطاب ديني أكثر حتى من حركة النهضة، يستشهد بالقرآن وبالصلاة وبالصحابة وبكل يعني الأدلة الدينية. يعني استطاع أن يخدع الجميع. نعم نعم، استطاع أن يخدع الجميع، والحقيقة خدعنا فيه. أنا نفسي صوت له يعني في الانتخابات في 2019 لأنه لم نكن نعرف عنه أي شيء، يعني هو كان إنسان نكرة تماما، يعني لا يعرفه إلا ربما الطلبة الذين درسوا عنده في الجامعات. نعم. في الجامعة، وغير ذلك لا يعرفه أحد، وليس له أي نشاط سياسي سابق أو حتى خطابات، هو لم يقم بحملة انتخابية أصلا، بالتالي لم نسمعه ولم نسمع ما هي برامجه. فقط قلنا هو إنسان نظيف، هو إنسان مستقل، أي يعني أنه بعيد عن الأحزاب، وإنسان متدين يعني يخاف ربي ويتقي الله، وبالتالي يعني كان عندنا أمل أنه سيكون رجل يجمع التونسيين ويوحدهم حول أهداف الثورة والتنمية والاقتصاد وكذا. لكن هو كان قام بعكس ذلك تماما، هو انقلب على الدستور الذي أقسم على حمايته، وأغلق البرلمان وأغلق الحكومة وأغلق المحكمة الدستورية وأغلق، الآن يريد أن يسيطر على القضاء، يريد أن يحل المجلس الأعلى للقضاء. والآن حقيقة يعني أصبح واضح أن مخططه انقلابي ضد الثورة وضد الديمقراطية وضد الدستور الذي اتفق عليه كل التونسيين. طيب، بما أني أستاذ رضوان، حركة النهضة هي جزء من المشهد السياسي في تونس، يعني كيف ترى حركة النهضة الإجراءات المتخذة بحقها من جانب السلطة وأيضا قيس سعيد برأيك؟ يعني هو الحقيقة حركة النهضة لا تريد أن تواجه قيس سعيد، أن تصبح خصومة بين قيس سعيد وحركة النهضة، لذلك هي عملت على التهدئة وعملت حتى على الحوار مع قيس سعيد مدة 6 أشهر الماضية. تعال نتفاهم، تعال نتفق، تعال نتحاور ونجعل يعني هدف الذي معناه نلتقي حوله هو إنقاذ البلاد وإنقاذ الاقتصاد وحتى إنقاذ الديمقراطية، تعال نتحاور. لكن هو رفض الحوار ويعني عامل بمقولة يعني فرعون، لا أريكم إلا ما أرى، يعني هو عنده شيء في رأسه يريد أن يفرضه على كل التونسيين بدون استشارة وبدون يعني حوار حقيقي مع كل الأطراف السياسية. هل هذا الرجل يحمل انتقاما سياسيا يا أستاذ رضوان؟ يعني هل ما يقوم بإلقاء الاتهامات جزافا وبدون أدلة وبدون مراجعات وبدون أي حاجة تثبت هذه الاتهامات يحيل للقضاء ويتكلم بشكل وكأنه يريد أن ينتقم سياسيا؟ نعم، هو يريد أن يشيطن المعارضين، يعني يريد أن يقدم نفسه على أنه هو المنقذ، هو كأنه المهدي المنتظر الذي جاء لإنقاذ البلاد، وكل من يخالفه الرأي أو كل من يعارضه أو كل من يختلف معه
هو إنسان عدو للبلاد وعدو للشعب، فهو يريد أن يعمل هذا التقسيم أو الانقسام ويظهر نفسه على أنه هو المنقذ. وطبعا سيستهدف حركة النهضة، لأن حركة النهضة هي الحزب الأكبر في البلاد، هي الكتلة الأولى في البرلمان وعندها شعبية كبيرة، وهي التي تستطيع أن تحرك الشارع متى تريد وأن تخرج الناس للمظاهرات بالآلاف وبعشرات الآلاف. بالتالي طبيعي أن يستهدف حركة النهضة ويستهدف كل المعارضين، ليس فقط حركة النهضة، هو استهدف حتى اتحاد الشغل وشتمه يعني في العديد من المرات، هو استهدف حتى الأحزاب التي أيدته في البداية مثل حزب التيار الديمقراطي الذي أيده في الشهر أو الشهرين الأولين، ولكن الآن أصبح من أشد الناقدين له يعني في الخيارات الأخيرة التي اتخذها والقرارات التي اتخذها. فهو شتمهم وقال أنهم ناس منفعيين ولا يصلحون وليسوا لا يخدمون الشعب وكل هذه الشتائم. يعني في الحقيقة يعني الآن أصبح واضح أنه الرئيس قيس سعيد ليس له القدرة على تسيير شؤون البلاد، وليس له القدرة على أن يكون رئيسا للجمهورية. أعتقد أنه الآن أصبح واضح جدا لدى الشعب التونسي أنه هو لا، ممكن يكون إنسان نظيف، ممكن نيته طيبة، ولكنه ليست له القدرة والمهارات الكافية على تسيير شؤون البلاد وعلى يعني إنقاذ البلاد.